نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. بارك الله لكم في جمعتكم أيها المسلمون الكرام. إن الله تعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، وأنزل الكتب، وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين لهداية الناس إلى صراط مستقيم، وختم الرسالات بخاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بعث رحمة للعالمين. أيها المسلمون الأفاضل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير أسوة وقدوة لنا في كافة مناحي الحياة، وإن الإيمان به واتباعه هو مطلب من متطلبات الإيمان، وإن تطبيق سنته في حياتنا هو علامة على حبنا لله جل وعلا، ووسيلة لكسب رضاه سبحانه ومغفرته. قال الله تعالى في كتابه العزيز: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أيها المؤمنون الأفاضل،
إن المصدر الثاني للإسلام بعد القرآن الكريم هو السنة النبوية الشريفة. والسنة النبوية هي حياة نبينا الفعلية والقولية والتقريرية، وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقائق التي نزلت في القرآن الكريم بأقواله وأفعاله. فالقرآن الكريم أمرنا بالإيمان، أما السنة فقد بيّنت لنا طرق الكمال في الإيمان. والقرآن الكريم أمرنا بالعبادات كالصلاة والصوم والحج والزكاة، أما السنة فقد علمتنا كيف نؤدي هذه العبادات. والقرآن أمرنا بحسن الخلق، أما السنة فقد قدمت لنا نموذجاً أخلاقياً ذا قيمة فريدة تستحق الاتباع. أيها المؤمنون الأعزاء، إننا اليوم وأكثر من أي وقت مضى في حاجة ماسة إلى هدي القرآن والسنة، لذلك فلنتمسك بدليلنا القرآن، ولنتخذ سنة نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم نبراسا لنا في الحياة، ودعونا نتجنب تفضيل أي مفهوم على القرآن والسنة، ولندرك جيدا أن خلاصنا هو في اتباع القرآن والسنة، ولنسعى جاهدين لإعادة بناء الحضارة بأخذ الإلهام منهما. قال سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم.